وبركاته. طلاب كتاب لايف إليمنتري، طلاب كتاب لايف الأصفر، آخر حياة طبعا يونت 6 الجزء الأخير، يونت 6 الجزء الأخير، وآخر حاجة تكلمنا عنها اللي هو الباست سيمبل كويشن اللي هو السؤال في الماضي البسيط. وقلنا السؤال في الماضي البسيط عبارة عن كلمة استفهام. إيه كلمات الاستفهام؟ زي إيه شباب؟ زي مثلا كلمة إيه وات، عندي مثلا كلمة وير، وير معناها إيه؟ أين، تمام. عندي مثلا كلمة واي، واي معناها إيه؟ لماذا. دي كلها أدوات إيه؟ أدوات طبعا استفهام. عندي مثلا كلمة هاو معناها كيف، تمام. دي كلها بنقول عليها أدوات إيه؟ استفهام. وين مثلا معناها برضو ايه؟ متى. طيب ايه تاني؟ اول حاجة زي ما احنا قلنا اللي هو كلمة ايه؟ كلمة الاستفهام بلس ايه شباب؟ يبقى اول حاجة عندي كلمة ايه؟ كلمة الاستفهام اللي انا بقولها بلس كلمة ديد، زائد ديد، زائد الفاعل، زائد الفعل مجرد، زائد الفعل ايه؟ الفعل المجرد او الفعل ايه في المصدر، تمام. طيب خلينا كده نشوف برضو، نشوف هنا اللي هو مديهولي. هنا بيقول لي what did you do at the weekend، ايه اللي انت عملته في الاجازه؟ I met some friends، انا قابلت بعض مين؟ انا قابلت بعض ايه؟ بعض الاصحاب، تمام. طيب ادي اداه الاستفهام عندي اللي هي كلمه what، عندي بعد كده الفعل المساعد اللي هو did، والفعل اللي هو you، والفعل المساعد اللي هو ايه؟ اللي هو do، تمام. where did you go، اين ذهبت؟ عندي اول حاجه where دي اللي هي كلمه الاستفهام، بعد كده did فعل مساعد، you فاعل، والفعل go ده فعل مجرد او فعل في المصدر. طيب هنا لما يسألني يقول لي where did you go، فين رحت؟ أقول له we went to a museum، إحنا رحنا إيه؟ إلى المتحف، تمام. طيب أنت هنا سألت قلت where did you go، طيب يبقى أنت في الإجابة مضطر أنك أنت الفعل go ده لازم تخليه في الماضي البسيط. هنا هقول له إيه؟ we، أنت عايز الماضي من الفعل go اللي هو الفعل مين؟ الفعل went، ده الماضي اللي هو بتاع الفعل go. we went to a museum، إحنا رحنا إلى إيه؟ احنا رحنا او ذهبنا الى ايه؟ الى المتحف، تمام. طيب did you go to the cinema، هل انت ذهبت الى السينما؟ طبعا السؤال بهل في الماضي البسيط زي ما احنا قلنا باستخدام كلمه did زائد مين زائد الفاعل زائد الفعل ايه؟ مجرد او في المصدر. الفعل مجرد يعني الفعل في المصدر، تمام. يبقى انا هنا بقول له did زائد الفعل زائد الفعل مجرد، did you go to the cinema، هل انت رحت للسينما؟ والسؤال اللي هو بيكون بدد، يا اما الاجابه بتاعته yes يا اما ايه؟ منو. يبقى هنا هقول يس اي ديد، نعم انا رحت، او نو اي ديدنت، لا انا ما رحتش، تمام. طيب هنا شباب بيقول لي لوك ات ذا جرامر بوكس، بص للقواعد. طب وات اوكسيلري، ايه هو الفعل المساعد؟ فورم دو وي يوز ان ذا باست سمبل، ايه هو الفعل المساعد اللي احنا بنستخدمه في الماضي البسيط؟ طبعا هو الفعل المساعد مين؟ الفعل المساعد عندي هنا ديد، تمام. طيب هنا بيقول لي كومبليت، كمل، complete اكمل the conversation، اكمل المحادثة، تمام. with did or didn't باستخدام كلمة did أو didn't، then listen and check. طيب hi how was، طيب أنا عشان أحط كلمة did أو didn't محتاج إن أنا أعرف did هحطها لو في علامة استفهام هنا مباشرة، أنا أقوم حاطط إيه؟ كلمة did، تمام. ده كده إيه؟ فعل مساعد في السؤال. طيب أنت هحط كلمة didn't في الجمل اللي عندي، إذا كان في فول ستوب نقطة يبقى أنا أعرف إن ده كده إيه؟ هو عايز نفي، هحط مباشرة كلمة didn't. يبقى لقيت علامة استفهام مباشرة نحط did بدون تفكير، لا لقيت فول ستوب بنقطة بحط كلمة ايه؟ بحط كلمة didn't. تعال نشوف تطبيق عملي الكلام ده، تمام. طيب انا عندي اول حاجة ادي سؤال، ادي علامة ايه؟ علامة استفهام، يبقى تحط كلمة ايه؟ did. طيب عندي برضو هنا علامة استفهام، تحط كلمة did. طيب عندي هنا فول ستوب نقطة didn't، خلاص اصبحت ايه؟ الامر سهل وبسيط بالنسبة لنا، تمام. طيب هنا نفس القصة يا شباب، عندي هنا نشوف هنا ادي سؤال هنا، تمام، راح نحط did. طيب هنا فول ستوب نهايتها ايه؟ نهايتها فول ستوب، هنا بنستخدم كلمة ايه؟ اللي هي كلمة didn't، تمام. طيب هنا برضو الجزئية هذه برضو، هنا علامة استفهام راح نستخدم كلمة did، هنا زي ما احنا قلنا طبعا فول ستوب didn't، هنا علامة استفهام اللي هي ايه؟ did، تمام. هنا علامة استفهام عندي كلمة did، طيب هنا فول ستوب اللي هي ايه؟ didn't. يبقى خلاص عرفنا كده ان انا في حاله الفول ستوب بحط كلمه didn't، وفي حاله ايه؟ وفي حاله ان في question mark اللي هو السؤال بحط كلمه ايه؟ بحط كلمه did. طيب تعال نشوف كده هنا واحده واحده نقرا الكلام ده. هنا بيقول لي طبعا هاي
هاي هاو واز يور ويكند، مرحبا ازاي كانت طبعا الاجازه بتاعتك، بيقولوا ات واز جريت، كانت رائعه ثانكس. وات ديد يو دو، ايه اللي انت عملته؟ قال له اي ونت تو بيرمنغهام، انا رحت الى ايه، انا ذهبت الى بيرمنغهام. تمام طيب هنا برضو بيكمل بيقول لي او ديد يو جو شوبينج، هل انت رحت تتسوق؟ قال له نو اي ديدنت، لا I went to the museum، أنا رحت إلى المتحف. تمام alright what did you see there، إيه اللي أنت شفته هناك؟ قال له an exhibition، أنا شفت معرض about the lives of people from the 15th century، عن حياة الناس من القرن إليه من القرن الخامس عشر. It was fantastic، والموضوع كان إيه؟ كان رائع جدا. الموضوع كان هنا إيه؟ بيقول لي الموضوع كان رائع رائع جدا. طيب هنا بيسأل لي بيقول لي did you go with anyone، هل انت رحت مع اي حد؟ قال له I didn't go to the museum with anyone، انا ما رحتش المتحف مع اي حد. But I met an old friend، ولكن قابلت صديق قديم. Afterwards for lunch، قابلت صديق قديم على ايه؟ على اللانش اللي هو الايه؟ الغداء. تمام هنا طبعا بنشوف برضو بيقول لي look at the sentences، بص للجمل about what someone did last week، عن ايه اللي عمله الشخص ده الاسبوع اللي فات. complete the sentence، كمل الجمل with this verse، بهذه الافعال. اول عندي فعل، الفعل made صنعه، الفعل posted معناه نشره، الفعل took معناه اخذ، الفعل wore ارتدى، الفعل wrote معناها كتبه. يبقى made صنعه، posted معناها نشر، نشر تعليق مثلا، took اخذ او التقط، took photo، wore ارتدى، الفعل روت معناه ايه؟ كتبه. طيب ماي ديري، ماي ديري معناها المذكرات اليوميه بتاعتي، يبقى هنا هقول ايه؟ اي روت ماي ديري، انا كتبت المذكرات اليوميه ايه؟ حقي. طيب نمبر 2 هنا بيقول اي توك ماي اي توك فوتوز، انا التقطت صور، اند شيرد ذيم وذ فريندز، وشاركتهم مع مين؟ مع الاصدقاء. نمبر 3 اي وور فيتنس، I wore fitness tracker and went running، يعني أنا ارتديت اللي هو الساعة أو متعقب اللياقة، وابتديت إن أنا أجري، اللي هي شبيهة بالساعة اللي تحسب لي الخطوات والجري بتاعي والتمارين اللي أنا بعملها. تمام طيب هنا طبعا بيقول إيه؟ I made a video، أنا عملت فيديو with my phone، بالتليفون بتاعي، صنعت فيديو بالتليفون بتاعي. I posted comments، أنا نشرت التعليقات on social media، على وسائل التواصل ايه؟ على وسائل التواصل الاجتماعي. يبقى هنا من البداية روت ديري، يعني كتب ايه؟ كتب روت ديري، كتب مذكراته، توك فوتوز التقط الصور، وور فيتنس تراكر ارتدى المتعقب اللياقة، ميد فيديو عمل فيديو، بوستد كومنت يعني نشر ايه؟ نشر التعليق بتاعه. طيب تعالوا نشوف هنا شباب هنا بيتكلم لي عن اللايف لوجينج، اللايف لوجينج، ونشوف كده هنا ابتدى بيقول لي ان ذا 17th century، في القرن ال 17 صامويل بابز روت ذا موست فيموس ديري، صامويل طبعا كتب اول مذكرات ايه مشهوره ان ذا انجلش لانجويج، باللغه الانجليزيه. هي بيجان ذا ديري، هو بدا المذكرات بتاعته ان 1660 1660 اند فينيشد ات ان 1669 وخلصها 1669. بابز روت اباوت امبورتنت ايفنتس، ابتدى رايدا هو يكتب عن الاحداث المهمه، ان ذا هيستوري في التاريخ اوف انجلاند اند اباوت ذا لايفز اوف فيموس بيبل، التاريخ المهم في انجلترا وعن حياه الناس المشاهير. هيز ديري المذكرات اليوميه بتاعته، also described the everyday lives، وصفت الحياة اليومية of people in London، بتاعت الناس في لندن، and his family وصفت أيضا عائله. so this diary، عشان كده المذكرات اليومية دي is very useful، مفيدة for historians، للمؤرخين in the 21st century، في القرن الايه؟ في القرن الواحد والعشرين. طيب نكمل هنا البارجراف اللي بعد كده بيقول لي today اليوم some people، بعض الناس still write theirs، بعض الناس لا زالوا يكتبون ايه؟ المذكرات بتاعتهم. in recent survey، بيقول لي في استطلاع رأي أجري مؤخرا of 500 people، مكون من 500 شخص، 23% said they wore their diary regularly،
23% قالوا ان هم كانوا بيرتدوا، كانوا بيكتبوا المذكرات بتاعتهم بصفه منتظمه. 1 ان 5 واحد من كل 5 من الرجال، اند 1 ان 4 ان وومن، وواحد من 5 من النساء. This included، وده طبعا شمل over 35% of people، شمل حوالي 35% من الناس aged between 18 and 34، كانت أعمارهم من 18 لل 34. people aged between 35 and 64، الناس اللي أعمارهم من 35 ل 64، don't often have dairy، يعني في الغالب مش بيبقى عندهم مذكرات يومية. probably من المحتمل because they are busy، من المحتمل ان هم بيكونوا مشغولين with careers، مع الحياة المهنية بتاعتهم and family life، وحياة العائلة. but 35% of people، ولكن 35% من الناس over 65 اللي هم اعمارهم فوق ال 65 سنة also write diary، بيكتبوا بيكتبوا المذكرات اليومية. In the 21st century، في القرن 21، a lot of people، الكثير من الناس wanted to share، طبعا ده الباراجراف نمبر 3، الكثير من الناس want to share their lives، حابين ان هم يشاركوا الحياه اليوميه بتاعتهم، and they record the things they do with digital technology، وبيسجلوا الحاجات اللي هم بيعملوها بالتكنولوجيا الحديثه. This is called life logging، ده اسمه life logging اللي هو تبصيق. Gordon Bell became famous as the first life logger in 2000. الشخص ده أصبح مشهور جدا كأشهر واحد بيوثق الأحداث في سنة 2000. he wore a camera، كان بيرتدي كاميرا around his neck، على رقبته، تمام، كان دايما يرتدي الكاميرا على يلفها على رقبته، and the camera automatically took pictures، وكان الكاميرا بتلتقط صور بصورة اوتوماتيكية every 30 seconds، كل 30 ثانية. in this way، بالطريقة دي، بيل ميد ديجيتال ديري، بالعمل مذكرات يومية of his life، عن الحياة بتاعته nowadays، هذه الأيام. everyone is a life logger، كل واحد يعتبر بيوثق لي الأحداث أو بيديني مذكرات يومية عن حياته. we take photos، احنا بنلتقط الصور of what we had for breakfast، عن الأشياء اللي احنا تناولناها في الفطار. post comments، بنبتدي ان احنا ننشر تعليقات on social media، على وسائل التواصل about the news، تمام، عن الأخبار. and make videos، ونبتدي ان احنا برضو نعمل فيديوهات of events، للأحداث in our lives، في حياتنا. we wear fitness tracker، بنرتدي متعقبات اللياقة، so we know how much exercise، عشان نعرف كمية التمرين we did اللي احنا عملناه and where we went، ونشوف احنا فين رحنا بالضبط، تمام. نشوف بعد كده الباراجراف نمبر 4. so just as today historians، هذه الايام طبعا المؤرخين read the diary، بيقروا المذكرات اليوميه of Samuel Babes، بتاع Babes، and learn about life 300 years ago، وبيعرفوا اشياء عن الحياه من 300 سنه فاتت. يعني بفضل الراجل ده الناس حاليا المؤرخين عارفين الحياه كانت ماشيه ازاي من 300 سنه مضت. maybe ربما historians، المؤرخين in the future، في المستقبل، will look at our photos، هيبصوا للصور بتاعتنا، فيديوز الفيديوهات and comments والتعليقات، and learn about our lives، وابتدوا ان هم يتعلموا عن حياتنا in the 21st century، في القرن الواحد في القرن الواحد والعشرين. طيب هنا نشوف يا شباب، عندي طبعا الأسئلة اللي هو مديها لي، بيقول لي read the article، اقرأ المقال، and match the paragraph from 1 to 4. طبعا هنا the first life logger، أول شخص بيوثق لي الأحداث، طبعا اللي هو paragraph number 3. the diary of Samuel Babes، بيقول لي المذكرات اليومية اللي هي بتاعت سامويل بيبز، طبعا دي اللي هي باراجراف نمبر 1، الفقرة رقم 1، تمام. نستكمل برضو هنا، بيقول لي بيبول هو روت ورايت ديري توداي، الناس اللي هي بتكتب الدير المذكرات اليومية بتاعتها هذه الأيام، ده في باراجراف نمبر 2. لايف لوجينج، توثيق أو كتابة الأحداث، توداي أند إن ذا فيوتشر، اليوم وفي المستقبل، ده اللي هي آخر باراجراف، يقول لك إحنا هنشوف طبعا الناس في المستقبل ممكن تشوف إزاي إن إحنا كنا كنا عايشين، تمام. يبقى أنا عندي هنا يا شباب اللي هو ده اللي هو آخر آخر باراجراف، تمام، ده اللي هو
آخر باراجراف بيتكلم لي عن الهيستوريانز لوك فور ذا فيوتشر، تمام، المؤرخين في المستقبل هيبصوا ازاي احنا كنا عايشين، تمام. وعندي برضو هنا الباراجراف اللي بيتكلم عن سامويل بابز، ده اللي هو الباراجراف نمبر 1، تمام. الباراجراف اللي بيتكلم عن الديري تو داي، يعني المذكرات اليومية هذه الايام، ديري تو داي، المذكرة ده اللي هو الباراجراف نمبر 2، تمام. نشوف برضو الباراجراف نمبر 3 اللي هو ذا فيرست لايف لوجر، ده اللي هو الباراجراف نمبر 3، تمام. والاول واحد لايف لوجر هنا قلنا اسمه ايه، جوردون بيل، كان الشخص ده اسمه ايه يا شباب، اسمه جوردون بيل. طيب تعالوا نشوف هنا بعد كده نستكمل بقية الأسئلة. هنا بيقول لي read the article، اقرأ المقالة again مرة تانية، and answer the question، وابتدي انك انت تجاوب عن ايه الأسئلة. When did Samuel Babes write his diary، امتى Samuel ابتدى ان هو يكتب المذكرات اليومية بتاعته؟ in the 1660s، يعني في 1660. What did he write about؟ هو كتب عن ايه بالضبط؟ قال لي important events، كتب عن الاحداث المهمة. The lives of famous people، حياة الناس المشهورين، everyday lives، وكتب عن الحياة اليومية. طيب هنا بيقول لي what percentage، ايه هي النسبة، what percentage النسبة of people write a diary nowadays، ايه هي النسبة بتاعت الناس اللي بتكتب مذكراتها هذه الايام؟ طبعا 23%، 23%. Who writes a diary، مين اللي بيكتب المذكرات more، men or women، رجال ولا نساء؟ طبعا هنا ايه more women، يعني النساء بتكتب ايه مذكراتها بصورة اكثر، تمام. طيب نشوف اللي بعدها، بيقول لي هو ذا فيرست لايف لوجر، مين اول لايف لوجر؟ واحد اسمه جوردون بيل، تمام. طيب هاو اوفن ديد هيز كاميرا تيك فوتوغراف، كم مره تقريبا الكاميرا بتاعته بتبتدي ان هي تلتقط الصور؟ افري 30 سكند، حوالي كل ايه، كل حوالي 30 ثانيه او كل 30 ثانيه. هاو دو ميني بيبل، ازاي ان العديد من الناس ريكورد اند شير ذير لايفز ناو دايز، ازاي الكثير من الناس بيسجلوا وبيشاركوا الحياة اليومية بتاعتهم هذه الأيام on social media، على وطبعا على وسائل التواصل، حاليا كل حاجة أصبحت موجودة على وسائل التواصل. طيب in the future، في المستقبل، why will people look at our photos، ليه الناس راح تبتدي إن هي تبص الصور بتاعتنا، فيديوز والفيديوهات، and the comments والتعليقات، بيقولي to learn about our lives، عشان نتعلموا عن الحياة بتاعتنا، in the 21st century، في القرن الواحد وإيه، في القرن الواحد والعشرين. طيب هنا برضو نبتدي ان احنا نكمل. هنا بيقولي look at the expression، بص للإكسبريشن، المصطلح اللي موجود with right، اللي هو موجود مع كلمة right، وشوف اللي هو جاي بعد what type of word comes after، ايه الكلمة اللي جاية بعد right in each expression، هل هي preposition، هل هي حرف جر، هل هي عبارة عن preposition يعني حرف جر، or article، تمام، او عبارة عن أداة plus noun. طيب اول حاجة انا عايز اشوف الارتكل، الارتكل دي عبارة عن ايه، عندي كلمة وعندي indefinite article يعني ادوات نكرة، او ان معناها واحد من الشيء، دي ادوات، تمام، وعندي كلمة ذا برضو اداة معرفة، يبقى ذا اداة معرفة، والاول ان دول ادوات ايه نكرة، يبقى انا عندي كلمة article معناها اداة، تمام، article plus noun يعني اداة زائد ايه، زائد الاسم، وعندي كلمة preposition معناها حرف ايه، حرف جر، حرف ايه، حرف جر. طيب هنشوف الكلمة اللي بعد رايت في كل مثال من الأمثلة الموجودة دي، يا إما إن هو هيكون بريبوزيشن حرف جر، أو إن هو هيكون أرتكل بلس ناون. طيب عندي هنا كلمة رايت، يا بعديها كلمة أباوت، أباوت ده حرف جر، رايت أباوت هيستوري، اكتب عن التاريخ، تمام، يبقى أنا عندي كلمة أباوت بمعنى عن، هنا بريبوزيشن حرف جر، رايت أديري يعني اكتب مذكرة يومية، هنلاحظ إن هنا في وفي كلمة ديري، ادي ارتكل، وطبعا ارتكل بلس ايه ناون يعني اداة زائد ايه، زائد اسم. رايت تو يور جراند بيرنتس، اكتب لجدودك، عندي تو ده حرف جر، تمام، يبقى هنا نقول عليه بريبوزيشن. طيب راوت داون ووردز يعني اكتب ايه، اكتب الكلمة، يبقى عندي كلمة داون هنا بريبوزيشن يعني حرف ايه، حرف جر. طيب هنا read the comments about life logging، بيقول لي اقرأ التعليقات عن life logging and social media، which comments، بيقول لك اي من التعليقات are for،
اي من التعليقات انت معها، which are against، واي من هذه التعليقات ضدها. هنا بيقول لي you can share، تقدر انك انت تشارك photos، صور with family and friends، مع العائلة والاصدقاء طبعا، دي فورم حي في الصالح يعني. people spend all their free time، الناس بتقضي معظم وقت الفراغ بتاعها او كله looking at their phone، بيبصوا ايه في الجوال، طبعا دي against حي يعني غير مرغوب فيها، ضد. فيتنس تراكر اللي هي متعقبات السرعة أو متعقبات اللياقة، ميك بيبول دو مور اكسرسايز، بتخلي الناس تأدي تمارين أكثر، طبعا دي فور حية في الصالح برضو. الحية اللي هي مفيدة بنقول عليها فور، الحية اللي هي مضرة هنا هنقول عليها اللي هي أجنست يعني ضد، تمام. طيب it's interesting يعني الموضوع شيق، and fun to look at your past، موضوع شيق وفي مرح ان انت تبص برضو للماضي بتاعك، تلقي نظر على الماضي عشان تستفيد منه. يبقى هنا for حاجة دي ايه هنقول عليها ان هي في الصالح او مفيدة، تمام. طيب هنا بيقول sometimes احيانا people write bad things about others، احيانا الناس بتكتب اشياء سيئة عن الاخرين، طبعا دي بنقول against يعني حاجة ايه حاجة مضرة او مش كويسة ان الناس تكتب اشياء وحشة عن الناس. هنا بيقول لك historians المؤرخين can learn about people، يقدر ان هم يتعلموا عن الناس from their photos، من صورهم عن فيديوز وفيديوهاتهم، دي فور طبعا شيء ده بنقول عليه اللي هو ايه في المصلحة او في الصالح يعني حاجة مفيدة ايجابية. يبقى انت الحاجة الايجابية بتقول عليها فور، والحاجة اللي هي سلبية بتقول عليها against يعني انت ايه ضدها، تمام. طيب تعالوا نشوف هنا شوية المصطلحات اللي هو مديها لي دي. هنا بيقول the speaker use opinion adjectives، هنا المتحدث بيستخدم opinion adjectives اللي هي صفات ايه الرأي. write these words، اكتب هذه الكلمات and phrases وهذه العبارات in the correct place، في المكان الصحيح، in the table، في الجدول. not bad معناها ليس سيء، it was fun يعني كان مرح، nice معناه رائع، boring ممل، terrible سيء، fine رائع أو جيد، تمام. not very good يعني ليس جيدا، ليس جيدا للغاية يعني. it was funny كان مضحك، great معناه إيه رائع. طيب تعالوا نبص هنا عندي للإموشنز دي اللي هو مديها لي. اول الاثنين اموشن دول طبعا في ابتسامه هنا، فانتاسك رائع او جريت معناها رائع. طيب هنا ابتسامه واحده، ات واز فان كان الموضوع فيه مرح، ات واز فاني مضحك، نايس معناه ايه رائع. طيب هنا اللي هي العلامه دي ان هو ايه يعني مش قوي يعني اللي هو اوكي ماشي يعني فاين بخير، نوت باد يعني ليس ايه سيء، ليس سيء وليس كويس برضو، تمام. طيب عندي هنا زعلان، تمام. هنا هنقول ايه، راح نقول بورينج، بورينج معناه ايه ممل، تيربل سيء، نوت فيري جود يعني مش كويس. طيب نشوف اللي بعدها، ريد ذا كارد، اقرا الكارت، ايميل او اقرا الايميل اند ليتر والخطاب. واي ذا رايتر سي ثانك يو ايتش تايم، ليه هنا بيقول لي الكاتب بيقول ثانك يو كل مره؟ هنا بيقول لك فور كومينج اون ا كورس، لاتيانه للكورس، فور كومينج تو بارتي، لاتيانه الحفله، فور بريزنت، تمام، اند فور بريزنت والتقديم برضه ايه هديه. يبقى هنا ثانك يو بيشكره على ان هو اتى الكورس، هنا بيشكر ان هو جاء الحفله وجاب هديه برضه، تمام. فور ذا ورك شي ديد، هنا الشكر بسبب العمل اللي هي ادته، اورجنايزنج سمثينج وتنظيمها للاشياء، تمام، اورجنايزنج سمثينج تنظيمها لشيء ما. طيب تعالوا نشوف نمبر 1 يا شباب، هنا بيقول لي هاي مرحب، ثانكس فور كومينج تو ماي بارتي، شكرا ان انت جيت ايه الحفله بتاعتي. خلاص احنا عرفنا الجواب، يبقى انا عندي هختار ايه من هنا، هختار كلمه بارتي اللي هي بتاعت الحفل. يبقى هنا بيشكر على ايه، فور كومينج تو بارتي، خلاص كده يبقى انا عندي هذه في ايه، تمام. طيب دير ناديه، عزيزتي ناديه، ثانك يو فور يور ورك، شكرا لعملك، تمام، ان ريو The conference was very successful. طبعا هنا بيشكروها على ايه، على العمل اللي هي for the work she did، على العمل اللي هي ادته، فهنا دي راح ناخد معاها بي، تمام.
طيب هنا بيقول لي دير مستر كيبينج ثانك يو شكرا ليك ثانك يو فيري ماتش شكرا كثيرا فور اتندينج اور سبانيش كورس لحضورك ايه الكورس الاسباني يبقى دي نحطها مع بتاعه الكورس ايه الاسباني طيب خلاص احنا عرفنا حل كل واحده منهم خلينا بقى ايه نقرا الكل يبقى انا عندي هنا نمبر ايه بيقول لي هاي ثانك يو فور كامينج تو ماي بارتي شكرا ان انت جيت الحفله بتاعي اند اي ريلي لايكد ذا بريزنت انا فعلا حبيت الهديه ات واز ا فان نايت كانت ايه ليله مرحه سي يو اجين سون اراك قريبا لاف جيني طيب دير ناديه عزيزتي ناديه ثانك يو فور يور ورك ان ريو شكرا للعمل بتاعك ذا كونفرنس المؤتمر was very successful المؤتمر كان ناجح in particular بصفة خاصة we enjoy the meal استمتعنا بالوجبة on the on last night البارحة everyone in the team كل واحد في الفريق sent their thanks بيرسل لك الشكر بتاعه see you again next year اشوفك مرة تانية السنة الجاية best regards اطيب التمنيات سانجيت طيب نشوف اللي بعدها شباب هنا dear Mr. Keeping thank you very much for attending our Spanish course last year شكرا انت حضرت معنا كورس اسباني السنة الفاتت we hope it was useful نتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبة لك please find attached some information about our courses شوف المرفقات فيها عن الكورسات بتاعتنا for the next academic year للعام الاكاديمي القادم I look forward to hearing from you in the future اتمنى ان انا اسمع منك من في المستقبل yours sincerely ده طبعا اللي هو الايه التلات اشياء طبعا هنا الشكر زي ما احنا قلنا for coming to the party and the present والتانية كانت for work العمل بتاعها واخر واحدة كانت for coming to course لاتيانها للكورس طيب هنا بيقول لي complete the table كمل الجدول with expressions from thank you message from exercise 2 هنا طبعا كلمة love معناها الحب استريغارس أفضل التمنيات dear Mr. Keeping yours sincerely المخلص لك thanks شكرا see you again soon أراك قريبا thank you شكرا لك I look forward to hearing from you dear نادية عزيزتي عزيزتي نادية طيب تعال نشوف بالنسبة للإنترودكشن المقدمة يا شباب الإنترودكشن المقدمة ممكن أقول فيها هاي ممكن أقول فيها دير نادية مثلا عادي يعني في برضو من الكلمات اللي هي موجودة هنا دير مستر كيبينج دي كلها إيه تعتبر إنترودكشن مقدمات طيب thank the person هنا بشكر الشخص اللي بشكر الشخص هنا بنقول مثلا كلمة thanks thank you very much for شكرا جزيلا لك على كذا طيب talk about future contact تحدث عن الاتصال المستقبلي see you again soon أراك لاحقا see you again next year أراك السنة الجاية تمام I look forward to hearing from you أطلع أن أنا أسمع منك طيب نشوف بعد كده end the writing بننهي الكتاب بتاعتنا بننهي مثلا بكلمة love زي الكلمات اللي هي طبعا موجودة فوق دي احنا بنختار منها love best regards أضيف التمنيات yours sincerely المخلص ايه المخلص لك يبقى انا كنت بختار من فين يا شباب انا بختار من هذه ايه من هذه الكلمات تمام بختار من هذه الكلمات يبقى انا عندي مثلا بالنسبه للانترودكشن المقدمه ممكن انا مثلا راح اقول ايه راح اقول هاي او مثلا اقول ايه اقول دير ناديه وممكن برضو هنا في مثلا عندي كلمه دير مستر كيبينج تمام ده بالنسبه لايه للانترودكشن عندي بالنسبة thank person انك انت بتشكر شخص تمام زي ما احنا قلنا ممكن هتقول له thank you وممكن برضو هتقول له ايه هتقول له كلمة thanks شكرا لك تمام ده اللي هي العبارات بتاعت ايه بتاعت الشكر تمام دي اللي هي عبارات ايه عبارات الشكر طيب تعالوا نستكمل هنا طبعا دي قريناهم فوق تمام which message اي رسائل use formal expression اي رسائل بتستخدم تعبيرات رسميه which message use very informal expression وايها بتستخدم عبارات غير رسميه
يبقى الفيري فورمال اللي هو الرسمي جدا اللي هو سي، اللي هو بيرسل له طبعا معلومات عن الكورسات الجديده وبتاع، فهو هنا ايه بيتعامل رسمي، فهنا بيقول ايه اللي هو الكتابه او الرساله الثالثه. طيب الفيري فورمال، تمام، فيري فورمال يعني رسمي جدا، تمام، اللي هو very informal غير رسمي، اللي هو ايه اللي هو بتاع الحفل، الحفل ده غير ايه الحفل ده حقيقة غير رسمي، تمام. طيب نشوف هنا عندي طبعا كلمة هنا بيقول بوت يور نيو دريس، حط الفستان الجديد بتاعك ان وورد ان وورد ان وورد روب ان وورد ايه ان وورد روب. يبقى الوورد روب ده عباره عن ايه؟ عباره عن كبرد، كبرد يعني دولاب. يبقى انا عندي كلمه وورد روب هو نفسه ايه كلمه كبرد، نفس ايه المعنى. طيب كلمه ريمايند معناها يذكر، كلمه ريمايند يذكر، ميكس يو ريمبر يخليك تتذكر. يبقى عندي كلمه ريمايند يذكر، ريمبر ايه يتذكر. طيب عندي كلمة سكيري، سكيري معناها ايه مخيف، تمام، بيخليك افريد، الشيء المخيف بيخليك ايه افريد، انك انت بتكون ايه خائف. طيب سكيري يبقى انت بتكون هنا ايه افريد. طيب هنا بيقول I was scared، انا كنت ايه انا كنت خائف، تمام. يبقى انا هنا لما يقول لي انا كنت خائف I was scared of my old teacher، انا كنت خائف من المدرس القديم بتاعي. كلمة scared هنا بقول ان هو ايه afraid، كان خائف. طيب belonged، belonged معناها يخص كذا او ينتمي لكذا او ملك كذا، اللي هو حاجة بنقول عليها was possessions، حاجة من الممتلكات ان هو ينتمي لي او يخصه او من ممتلكاته. طيب لما نقول هنا incredible معناها لا يصدق، incredible لا يصدق، اللي هو really great معناها ايه رائع جدا. واو، واو معناها مذهل، تمام، كلمة واو طبعا معناها مذهل. هنا بيقول ان هو عبارة عن an expression يعني مصطلح، you use مصطلح انت بتستخدمه when you are surprised، لما تكون ايه مندهش. يبقى انا عندي كلمة incredible رائع، المصطلح ده بنقول عليه ان احنا بنستخدمه لما نكون ايه surprised. طيب يبقى نبدأ تاني، عندي كلمة wardrobe اللي هو دولاب، هي نفسها كلمة cupboard الدولاب، reminds يذكر، عندي كلمة remember معناها يتذكر، عندي سكيري مخيف اللي هو في الأفريد يشعر بخوف، سكيرد مرعوب أو خائف نقول عليه هنا ايه أفريد اللي هو خائف، بيلونجد معناها يخص اللي هي بوزيشنز الممتلكات، انكريدابل لا يصدق اللي هو بنقول عليه سربرايزد يعني شيء ايه شيء مدهش، واو معلش هنا انكريدابل، انكريدابل اللي هو ريلي ايه ريلي جريت، كلمة انكريدابل لا يصدق، ريلي جريت يعني رائع جدا، واو مذهل اللي هو بنقول عليه اللي هو ايه سربرايزنج يعني ايه مذهل او مدهش. هنا طبعا بيقول لي بوت يور نيو دريس، احط الفستان الجديد بتاعك ان ذا وورد روب في الدولاب، كبرد ان بيدروم هو عباره عن دولاب ايه دولاب في حجره نوم فور ايه فور كلوز للملابس. ذس اولد فاميلي هذه العائله، ذس اولد فاميلي فوتوغراف reminds me of my grandparents الصورة القديمة بتاعت العائلة دي بتذكرني بجدودي. يبقى makes you remember something بتخليك تتذكر شيء ما. number 3 when I was a child لما أنا كنت طفل I had a scary teacher أنا كان عندي مدرس مخيف. يبقى makes you feel afraid or worried المدرس ده كان بيخليك ان انت ايه تشعر بالخوف. طيب اللي بعدها number 4 I was scared of my old teacher أنا كنت خايف من المدرس القديم بتاعي. يبقى afraid or worried that something bad is going to happen كنت ببقى قلقان وخايف ان في شيء راح يحصل. this painting هذه الرسمة belonged to my father تخص والدي، تمام. يبقى هنا هقول ايه was the possessions of my father يعني حاجة من الممتلكات بتاعت مين والدي. كلمة incredible زي ما احنا قلنا اللي هي ايه really great يعني رائع جدا، واو اللي هي بنقول عليها ايه حاجة surprised يعني ايه مدهشة او مذهلة. طيب هنا بيقول complete
complete the text with past simple form of the verb. كمل باستخدام الماضي البسيط للفعل. انا بدون ما اقرا ولا حاجه، هو عايز الماضي البسيط، يعني انا مش محتاج ان انا اقرا، ابص بين ايه، بين الاقواس، اشوف الفعل بين الاقواس ده اذا كان منتظم هضيف له دي او اي دي او اي دي. تمام، يبقى اذا كان فعل منتظم نضيف له دي او اي دي او اي دي. امتى بنضيف الدي؟ اذا كان فعل منتهي بحرف الاي. امتى بنضيف اي دي مع اي فعل؟ امتى بنضيف اي اي دي؟ اذا كان المنتهي بواي وقبله حرف ايه، قبله حرف ساكن، بنحذف الواي ونضيف مكانها اي اي دي. طيب انا عندي هنا نشوف الفعل جرو اب. كلمه جرو اب معناها كبر او نشا. جرو اب ده فعل شاذ من الافعال الشاذه او الغير منتظمه. يبقى عندي الفعل جرو اب راح تخليه ايه، راح تخليه جرو اب. جرو ايه؟ جرو اب. تمام. طيب عندي بعد كده الفعل بي. الفعل بي ده عباره عن يا اما واز يا اما وير. طيب اعرف من فين؟ اعرف من الفاعل. الفاعل هنا هي اللي هي دي بتاخد واز. تمام. طيب اللي بعدها الفعل ترافل يسافر. الفعل ترافل ده من الافعال المنتظمه، هنا ساكن متحرك ساكن، ادبر الساكن الاخير واضيف ايدي. تمام. طيب اللي بعدها الفعل جو ده من الافعال اللي شذت عن القاعده، يبقى هنا بقول ايه، وينت. تمام. عندي الفعل ليف يعيش. الفعل هنا منتهي بحرف الاي، ضيف له بس حرف ايه، الدي. تمام. طيب الفعل وورك ده برضه فعل منتظم، اضيف له بس اي ودي. تمام. طيب عندي بعد كده الفعل ريتيرن. الفعل ريتيرن معناه يعود او يرجع.